أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم لمن اشترك في مواقع التواصل كفيسبوك وتويتر بما فيهما من البلايا جزاكم الله خيرا؟ هذه مما ابتلي بها المسلمون أو الكثير، لكن إذا استطاع أن ينتقي فلا يواصل إلا من يعلم أنه صاحب سنة وفضل وعلم، وكذلك لا يستقبل من الكتابات المنشورة في هذه الشبكات إلا علما نافعا، فلا بأس بذلك. أما أن يضاع فيه الوقت فينشر ما هب ودب من الخليط والخبيط ويكون المرء متتبعا ذلك كله دون تمحيص، فهذا خطأ. نعم، لا سيما إن كان يتتبع مقالات أهل البدع ويعجب بها، فهذا خطر عليه أن يلبس عليه حتى يصبح يرى البدع من السنة.